ولعبه اتحاد رفع الاثقال. اتحاد رفع الاثقال بيقف او بيقرر تسريح لاعيبته بعد فضيحه المنشطات. حاجه كبيره جدا بتحصل او اللعيبه مش واخده بالها ان في حاجه اسمها منشطات، في حاجه اسمها مكملات غذائيه. الاثنين ممكن يكونوا في اتجاه واحد، لكن اللعيب عشان يبرر يقول انا مكملات، هو مش عارف، هو مش عارف يقرا الموضوع. المفروض لازم اللعيب يقرا ايه ويعرض الدكاتره، وعندنا منظمه كبيره في مصر مسؤوله على المنشطات ودكتورها دكتور كبير هناخده حالا، بس نتكلم على موضوع اتحاد رفع الاثقال. اللعيبه خلاص خرجت من المعسكر، اتقفل الموضوع، عارفه فجاه كده يلا اتكل على الله امشي مفيش معسكر. ليه؟ عشان منشطات. فاحنا لازم يكون عندنا توعيه كبيره جدا لكل اللاعبين في كل المجالات في كل الالعاب. اللي عايز يبقى بطل لازم يبقى عنده عقليه مختلفه، لازم يعرف الفرق بين المنشط والفرق بين المكمل الغذائي والفرق بين اي حاجه بين اي حاجه. خلينا نطلع ليه تليفون مهم جدا، وهو دكتور اسامه غنيم. دكتور اسامه غنيم كل مصر عارفاه طبعا، بالذات ان هو في كل مشكله في المنشطات تقول لك دكتور اسامه غنيم. هو الرئيس التنفيذي لمنظمه منظمه مكافحه المنشطات النادو في مصر او نادو في مصر. كابتن دكتور اسامه مساء الخير. اهلا مساء الخير يا كابتن خالد، اخبارك ايه؟ والله كله كويس الحمد لله يا رب. وحشني، بقى لنا كتير ما اتكلمناش وما اتقابلناش. اكيد اكيد. طيب اكيد ما تقابلش خير في المشاكل. في المشاكل بالظبط، يعني انا شايفك ما شاء الله كل القنوات واخده حضرتك بالذات في هذه المشكله. دايما دكتور اسامه غنيم بيظهر في وقت المنشطات وبيظهر في الوقت ده مختلف شويه مع الناس. ليه دكتور اسامه غنيم مش متواجد داخل اللاعبين عشان يديهم توعيه بشكل مختلف؟ بص كابتن، احنا اولا التوعيه احنا بنوصلها بشكل مستمر في لقائنا مع الاتحادات ومع الانديه ومع الكليات ومع الشباب، وزائد ان احنا بنبعت بشكل يومي تعميمات لكل الاتحادات ولكل الانديه وكل الحركه الرياضيه في مصر في مخاطر المنشطات. وبعدين كان موضوع المكملات الغذائيه زي ما كنت انت بتتكلم دلوقتي، ده بعتنا بيه كتير جدا لكل الاتحادات وقلنا لهم من فضلكم اوقفوا سيل المكمل الغذائي، حتى لدرجه ان احنا بعتنا لوكاله الوزاره الاداء الرياضي في وزاره الشباب والرياضه وطلبنا منهم ان هم يخاطبوا الاتحادات، يمكن يكونوا هم اقوى او اكثر سلطه على الاتحادات دي. بالظبط. قلنا لهم لو سمحتوا اوقفوا سيل المكملات الغذائيه المنتشر بين الشعب المصري وبين الرياضيين. لان طبعا انت عارف العقليه الرياضي المصري مش هيكسب بالزبط. مش هينجح، مش هيحقق اي نتيجه الا اذا استخدم المكمل الغذائي. طيب سؤال مهم، انا اسف بقطع كلامك، سؤال مهم. لا لا عايز حضرتك تقول لي بس الشباب او الرياضيين اللي بيتفرجوا علينا دلوقتي او اللاعبين، الفرق بين المنشط والمكمل الغذائي، مع ان سمعت حضرتك بتقول ان المكمل الغذائي برضه في جزء من المنشطات. هو المنشطات احنا اولا هو اسم غلط، هي اسمها المواد المحظوره في عالم الرياضه، يبقى مواد محظوره، انها بتحتوي على مواد منشطه ومواد مخبطه ومواد مثبطه ومواد بتكبر عضلات الى اخره. كويس. فعشان كده احنا بنقول المواد المحظوره. تمام. اما المكمل الغذائي ده المفترض فيه ان هو عباره عن بروتين وخلافه، ولكن هي مشكلته فين؟ ان هو بيبقى ملوث بهرمون التستوستيرون الذكري او ببعض المواد زي اخر حاجه اللي ظهرت فيه لاعبي رفع الاثقال وكان ملوث بماده ميثايل هكسانامين. المكمل الغذائي احنا بنرفضه لان الاف دي اي الامريكيه طلبت من الوكاله الدوليه لمكافحه المنشطات وادا انها تاخد بالها ان في 66% من المكمل الغذائي على مستوى العالم ملوث. يعني لو عندي 100 عبوه فيهم 66 عبوه ملوثه 34 عبوه سليمه. تقدر تثبت لي انا واحده فيهم سليمه وانا واحده فيهم ملوثه؟ ولا حد يعرف حاجه. يبقى اذا في الحاله دي لابد ان احنا نبعد عن الشر والغدير ونقول بلاش المكمل الغذائي. من فضلكم بعتنا كتير واتكلمنا كتير، الحالات اللي تمت هنا ايقاعها هنا في مصر بسبب المكمل الغذائي اخر وقت، يمكن انتوا طبعا بدون ذكر اسماء وبدون ذكر انديه يمكن تعرف كابتن خالد اخرهم اثنين في لعبه فرديه هنا في القاهره من حوالي شهرين. هاي. وقلنا بلاش مكملات غذائيه، بلاش مكملات غذائيه، ولكن الحقيقه ما حدش عايز يسمع لنا لغايه ما بتقع بقى الكارثه زي اللي احنا موجودين فيها دلوقتي. يقولوا خمس حالات وصلت نتائجهم، والله اعلم هل ممكن يزيد الخمسه ولا لا، لان لسه بقيت النتائج ما ظهرتش. اللي واضح كده ان هي عباره عن عبوه مكمل غذائي والمجموعه الخمسه دول اخذوا منها. فاذا كان خمسه اخذوا من العبوه دي اشك ان في ناس ثانيه ما اخذتش، لا اخذوا.
يعني الخمسه هيزيدوا اكيد خير. يعني انت شايف من وجهه نظرك ان الموضوع مش خمسه، الموضوع لسه فيه مش هيقع. في توابع مش هيقع، مش هيقع خمسه. اه لان اللي انا ملاحظه كده اهو ان دي عباره عن عبوه، اللعيبه كلها بتاخد بتاكل بنفس الابوه دي، واخد بالك؟ وخصوصا ان كل واحد فيهم بياخد شيكر كده كل يوم الصبح قبل التمرين. طب احنا النهارده لما كل واحد ياخد شيكر، طب وبقيه زمايله فين؟ خصوصا ان احنا بنسمي المنشطات دي عدوى، يعني عامله زي اللي بيكوحها وبيعطس وش واحد يعديه، زي ما ده خد شيكر انا كمان زي واخد زي. فطبعا الموضوع خطير جدا، موضوع المكملات ده. والحقيقه احنا حاليا دلوقتي حسينا باهميه مكافحة المكملات دي. ابتدينا من حوالي أربع شهور بنعمل حاجة اسمها مكمل وطني حاليا دلوقتي. المكون البطني ده جبنا 14 مادة وحللناهم مادة مادة، لغاية ما لقينا في مادتين ما يصلحوش لأن احتوائهم على هرمونات، برغم إن هم حاجات طبيعية. استبعدناهم وفضل عندنا 12 مادة، حللناهم مادة مادة طلعت سلبيين، حطيناهم مع بعض وحللناهم فطلعت ما فيهاش حاجة. هنبعتهم إنجلترا خلال أيام عشان نحلل في احد المعامل المعتمده من الوكاله الدوليه لمكافحه المنشطات، ولو طلعت العمليه سليمه ما فيهاش اي حاجه لا هرمونات ولا مواد محظوره هيتم انتاجه في احد المصانع الكبيره هنا في مصر، وهيطرحه للرياضيين عن طريق شركه الادويه اللي هتنتجه. ونامل ان هو يعني الولاد تبدا تفكر ان ده صح، لان دي حاجه طبيعيه، ونبعد عن المكملات الغذائيه اللي هي عامله لنا مشكله وعامله لنا صداع بقالها فتره طويله. هاخد من كلامك كلمه مهمه، طالعين انجلترا يتحللوا، عندنا معمل في مصر؟ عندنا معمل في مصر؟ لا، ده ليه؟ المعمل ده المعمل ده المعمل الوحيد في العالم اللي يتم تحليل فيه المواد الغذائيه والمكملات لحضرتك عشان يجيها. مش ده مش معمل مصر. تمام. يعني ده مختلف، ده مختلف. المعمل المصري احنا مرينا خلصنا المرحله الاولانيه اللي هي الابروفال طبعا في 9/3/2018. كويس. حاليا دلوقتي هو في مرحله الاعتماد النهائي، في انتظار ان بتيجي عينات خارجيه من الوكاله الدوليه لمكافحه المنشطات عباره عن يورين وبلاد دم، وهيتم تحليلهم وهتتبعت النتائج للواده. ده نظام كده عباره عن 10 عينات في 18 عينه في 20 كويس. عينه. بعد كده احنا بنقفل الباب ده وبيعلنوا ان احنا دخلنا في مرحله في مرحله الاعتماد النهائي، وممكن ان احنا نستقبل عينات من اي مكان في العالم. طب دكتور اسامه، انا عارف ان انت شخص نشيط جدا ودكتور نشيط جدا، وكل الانديه الاتحادات بتتكلم معاهم وتعرفه معرفه شخصيه وبتروح لهم، وبعد كده برضو بيظهر لينا عينات ايجابيه في المنشطات. طب الحل ايه؟ اللي جاي ايه؟ المفروض ايه؟ عايزك تقول لهم كلمتين واضحين. اللعيبه اولا مش عايزين الانفصال اللي بيننا وبين الانديه وبيننا وبين الاتحادات طبعا. يعني على سبيل المثال النادي الاهلي كان طلب مننا ان احنا نقعد مع الرياضيين واللاعبين عنده مقصود كم عينه عنده ايجابيه. واحنا قلنا على استعداد، جهزوا نفسكم ورتبوا نفسكم. الحقيقه انقطعت الاتصالات دي، انا دي حاجه بتزعلني انا، لان انا مش عارف. طب يعني انتوا اسكت بتتحركوا ساعه ما يحصل مشكله، زي ما الدوله كلها النهارده قايمه على رجل واحد علشان موضوع الخمس حالات بتوع رفع الاثقال. هل بعد كده هتناموا الامور وتنتهي كل شيء، ولا هنفضل مستمرين في نفس الحماس اللي احنا فيه ده ونلتقي مع الاتحادات ومع الانديه؟ انا عايز اقول لك كابتن خالد، احنا بنبعت لبعض مجالس ادارات الاتحادات نقول لهم لو سمحتوا تعالوا اقعدوا معانا عشان انتوا عندكم مشاكل اداريه لها يعني انعكاس على موضوع المنشطات. محدش يتحرك ولا يجي. اول ما تحصل مشكله عنده يبدا يتصل يتكلم، تعالوا يا جماعه اقعدوا معانا واسالوا واعرفوا اللي انتوا عايزينه. محدش يجي. طب قول لي بقى، يعني هروح اجيب واحد واحد اضربه على ايده؟ لا، وفي منهم يقول للدكتور اسامه اصل مكافحه يعني المؤسسه ما جاتلناش، ما قعدتش معانا، مع ان انا عارف اللي انت بتكلمه كلهم. طب قول لي كده، رفع الاثقال وقف خلاص، انتهى الموضوع؟ ما فيش اولمبياد؟ ما فيش محمد ايهاب؟ ما فيش ساره؟ ما فيش بالنسبه لرفع الاثقال؟ مش هتقدر تحكم على الكلام ده لسبب. اولا في عندك قضيه اللي هي بتاعت السبع عينات اللي كانت في نوفمبر 2016. وفي الحاله دي الحقيقه اللجنه الاولمبيه ووزاره الشباب المصريه الاثنين رفعوا قضيه امام المحكمه الرياضيه الدوليه لايقاف عمليه الايقاف، يعني يكتسب الغرامه. الحالات الجديده اللي ظهرت دي ومفترض فيها انك انت الاتحاد المصري هياخد ايقاف مع غرامه ماليه. كويس. لكن لحد دلوقتي احنا ما نقدرش نقول هذا الكلام الا لما تجتمع لجنه الحكم او الديسيبلينري بانل التابعه للاتحاد الدولي لرفع الاثقال وتقرر الوضع النهائي. اذا اصدرت حكمها بالايقاف يبقى مش هتقدر تعمل اي حاجه، وبالتالي هتلجا الى ثاني المحكمه الرياضيه الدوليه، لان الاتحاد الدولي لرفع الاثقال ما عندوش لجنه استئناف.
يعني احنا عندنا في النادي وفي هنا عندنا لجنه عقوبات او استماع اللي هي ديسيبلينر بانل ومعاها لجنه استئناف، لو مش عاجبك الحكم من حقك ان انت تستأنف خلال 21 يوم. الاتحاد الدولي من خلال 21 يوم لو ما عجبكش الحكم ممكن انت تستأنف امام المحكمه الرياضيه الدوليه. فاحنا برضو كل ده لسه سابق لاوانه لان برضو في عينات كتيره لسه ما جتش نتائجها. فاحنا هننتظر لغايه ما نشوف الاتحاد الدولي هيقول ايه. يعني هو هنا في الحاله دي ده الكلام النهائي اللي هيتم عن طريق الاتحاد الدولي ده. هو دلوقتي بس في ايقاف، لكن لسه لما نخلص كل عينات هيطلع النتيجه النهائيه وهيطلع القرار النهائي، كلام مظبوط؟ الايقاف ده عن السبع عينات اللي تم سحبها في ديسمبر 2016. كويس. مش الجديد. مش الجديد. لسه ما تمش، خصوصا ان ماده ميثايليكسينامين دي سبيسيفايد سبستنس، يعني معناها ماده محدده ما فيش فيها ايقاف سسبنشن اللي هو احنا بنقول عليها ايه؟ الايقاف المؤقت. ولكن في احنا كل اللي يهمنا النهارده الاتحاد الدولي لما يجي يدي الحكم هيدي ايقاف للاتحاد المصري ولا لا؟ اللاعبين هيتوقفوا ده كده خلصانه. ده بالنسبه للاعبين. كويس. لكن بالنسبه للاتحاد احنا منتظرين الراي النهائي للاتحاد الدولي رفضه. نتمنى اكيد كلنا اكيد بنتمنى ان ناخد ما ناخدش ايقاف للاتحاد المصري، لان عندنا ابطال محطوطين على السكادول او محطوطين جوه النقط اللي هي تقول ان احنا هنحقق ان شاء الله ميدالية اولمبيه. دكتور اسامه غنيم بنشكرك شكرا جزيلا اللي كنت معانا، وضحت لنا الصوره النهارده، واكيد انا بقول كلمه من وجهه نظري.